روبرت داوني في شخصية ايرون مان كان شخص عادي جدا بيتحول لبطل خارق بمجرد ما يلبس البدلة اللي قدر يصممها واللي كانت بتوهبه قدرات خارقة فوق القدرات والحدود البشرية، والقدرات دي كانت بتخلي هزيمته عبارة عن فكرة مستحيلة. تخيل بقى ان ايرون مان كان متنافس اولمبي وكان مسموح له ان يلبس البدلة دي، كم لعبة اولمبية هيقدر يحتكر بطولاتها وكم رقم قياسي هيقدر يكسره؟ وهل البدلة دي وقتها كانت تعتبر زي المنشطات وبالتالي لبسها يعتبر خروج عن قواعد اللعب النظيف، ولا اللجنة الأولمبية كانت هتعترف بس بالمنشطات اللي بتتاخد في صورة عقاقير؟ ولو انت مستغرب من الكلام اللي انا بقوله وشايف ان هو مجرد خيال علمي، الا انه حصل قبل كده بالفعل في الألعاب الأولمبية واتكسر بيه أرقام قياسية كان من المستحيل انها تتكسر بالمجهود البشري لوحده. السلام عليكم. سنة 1908 الأمريكي جوني هيز فاز بالماراثون الأولمبي لما قطع مسافة 42 كيلومتر في زمن قدره ساعتين و55 دقيقة و18 ثانية، وعلى مدار ال 50 سنة التاليين الرقم ده اتكسر لحد ما وصل ل 40 دقيقة أقل من رقم جوني، لكن في ال 50 سنة اللي بعدهم الرقم ده ما اتكسرش أكتر من 10 دقايق بس، ومن سنة 2002 لحد النهاردة الرقم ده ما نزلش تاني عن 4 دقايق، 4 دقايق بس اللي نزلهم الرقم العالمي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجيا والتدريب الحديث والتغذية الحديثة وأكيد الطرق الأولمبية الأفضل. فواضح كده إننا بنقرب للرقم القياسي اللي بيمثل حدود الجنس البشري أو وصلنا له بالفعل. إيه ده؟ وهل الإنسان له حدود؟ للأسف دراسات كتيرة اتعملت وكان مفادها إننا محدودين برقم قياسي ما ينفعش نتخطاه أو نكسره. في الجري مثلا الحسابات طلعت إن أقل زمن ممكن يقطع فيه إنسان 100 متر هو 9 ثواني و44 من 100 جزء من الثانية، يعني أقل من الرقم القياسي اللي حققه يوسين بولت ب 14 من 100 ثانية بس. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الدراسات دي اتعملت عن طريق ان هم شافوا ارقام السنين اللي فاتت وعملوا حاجه اسمها ريجريشن اناليسز وحسبوا الكونفيدنس انترفلز وطلعوا حدود الرقم القياسي اللي ممكن يعمله انسان، بس انت اللي ما حضرتش معايا حلقات الاحصاء فمش هقول لك تاني الكلام ده بيتعمل ازاي، حلقات موجوده بس انت اللي ما اتفرجتش. بس عموما النتيجه النهائيه بتقول ان احنا خلاص قربنا في الجري لحدود الجنس البشري وللرقم اللي مش هينفع يتكسر بعد كده، والنتيجه دي يا سيدي بتعرفنا ضمنيا حاجتين مهمين. اولا حتى لو في خطا بسيط في الحسابات فالاكيد ان مفيش انسان هيجي تاني هيقدر يتخطى حاجز التسع ثواني في ال 100 متر مهما كانت عضلاته قويه. ثانيا احنا لسه معانا امل لكسر الرقم القياسي بتاع يوسين بولت، لسه معانا 14 من 100 ثانيه بنلعب فيهم، لكن وقت ما يتحققوا ساعتها بقى هنلم الكهارب بتاع الاولمبياد دي ونروح لان احنا كده خلاص قفلنا اللعبه. بس لازم تعرف ان سرعتك ما ينفعش تزيد على الرقم ده لعده اسباب. لو جينا نبص للموضوع بشكل فيزيائي بحت فهنلاقي ان القوه بتساوي الكتله في التسارع، يعني التسارع هيساوي القوه على الكتله. طيب انت رحت ربيت عضل عشان تزود القوه وتزود التسارع، سربرايز كتلتك زادت وده هيرجع يقلل التسارع تاني، وعشان كده دايما هتلاقي ان العدائين الرياضيين جسمهم رفيع ومسلوعين لانهم بيشتغلوا اكتر على قوه العضله اكتر من حجمها، يعني عايزين ياخدوا اكبر قوه من العضله وهي رفيعه، وده لسبب بسيط جدا ان قوانين الفيزياء ما فيهاش واسطه. ده غير انهم هتلاقيهم دايما بيجروا بتكنيك معين، دايما بيرفعوا رجليهم في الجري لفوق اعلى ما يمكن عشان يقدروا يستخدموا قوه الجاذبيه في زياده التسارع. وعشان تعرف اهميه التكنيك وتشوف ازاي بيفرق عايز اقول لك ان لما جم يدرسوا يوسين بولت وقت ما كسر الرقم القياسي العالمي لقوا ان كان بيأثر على الارض بقوه بتعادل 5 اضعاف وزنه في زمن تلامس ما بينه وما بين الارض 9 من 100 ثانيه فقط، وطبعا لحد هذه اللحظه الارقام دي ما اتكسرتش. تاني ازمه بتعطلك في موضوع الجري ده هي عضلة السمانة، عضلة السمانة بتاعتك مشكلتها انها مترحلة لتحت شوية وبالتالي بترحل معاها مركز الثقل وبتخلي فيه بطء نسبي اثناء المرجحة بتاعت رجليك وانت بتجري على عكس الحيوانات، معظم رجليها من تحت هتلاقي انها عبارة عن اوتار وهتلاقي ان العضلات كلها تقريبا متركزة في الجزء الفوقاني وده بيديهم افضلية اثناء الجري. تالت ازمة عندك ان القدم بتاعت رجليك كبيرة وده بيخلي رجلك نفسها عائق لزيادة السرعة، كأنك بالظبط معاك عربية لكنها ماشية على الترس الكبير او الغيار الاول بس،
انت عارف طبعا ان سرعه العربيه بتتحدد من حاجتين، الموتور والفتيس. سيبك دلوقتي من الموتور وتعالى نبص على الفتيس. الغير الاول في الفتيس ترسه كبير، وده بيخليه يديلك سرعات قليله على حساب العزم اللي بيكون كبير. لكن في الغير الخامس الترس بيكون صغير، وده بيخلي الفتيس يديلك سرعات عاليه جدا على حساب العزم القليل. معروفه طبعا التورك او عزم الدوران بيساوي القوه في ذراع العزم، بس انا مش هشرح فيزياء النهارده. اللي انا عايز اقوله ان القدم بتاعك الكبير بيبقى عامل زي الترس الكبير بالظبط، بيدي لك عزم اكبر على حساب السرعه القليله. لو جيت تشوف الحيوانات السريعه في المملكه الحيوانيه هتلاقي انها بتمشي على مشط رجلها او تقريبا على صوابعها، وده عامل كبير جدا ومؤثر وبيخليها تقدر تحقق سرعات كبيره. ومع ذلك الترس الكبير بتاعك ده له فايده عظيمه، ده مش بيخليك طول الوقت محمل على عضله السمانه ومش بتجهدها، وبالتالي ده بيوفر طاقه كبيره، في حين ان الحيوانات السريعه دي طول الوقت بتبقى عضلاتها مجهده وبتستهلك طاقه اكبر من اللي انت بتستهلكها. فعايزك تبص دايما لنص الكوبايه المليان، وهو انك كائن موفر للطاقه. ده غير ان انت عندك ميزه تانية تقدر تسبق بيها اي حيوان، انت بتقدر تجري لمسافات طويله جدا بدون ما ترتاح، لان انت عندك نظام تبريد عالمي. انت بتقدر تعرق من كل حته في جسمك اللي مش متغطي بالكامل بالشعر، وده بيفضل يقلل درجه حرارتك طول ما انت بتبذل مجهود، وده بيخليك تقدر تستمر لمسافات طويله. الكلاب مثلا ما بتعرقش غير من كف ايديها ومناخيرها، ومعظم درجه حراره جسمها بتتخلص منها عن طريق اللهس، وبالتالي ما بتقدرش تتخلص من الحراره بسرعه، وما بتقدرش تقطع مسافات طويله بشكل متواصل خصوصا في الاجواء الحاره. صحيح بتعرق، لكن الشعر بيغطي جسمها كله، وده بيخلي عملية التخلص من العرق عملية صعبة. عشان كده الحصانة سريعة لكنها ما بتقدرش تجري اكتر من ساعة، بعد كده لازم تقف وتريح والا درجة الحرارة بتاعتها هتموتها. وقيس على كده حيوانات كتير جدا. الانسان هو الكائن الوحيد على ظهر الارض اللي يقدر يجري لمسافات طويلة بدون ما يرتاح، لان نظام التبريد بتاعه زي ما قلنا عالمي، وبالتالي اي ماراثون هتدخله مع اي حيوان انت هتكسبه، حتى لو غلبك في البدايه، لان الغلبه دايما في الماراثونات للنفس الطويل. بس فكره اننا خلاص قربنا للليميت في كل الرياضات، فدي بتقتل اي طموح للمنافسه، وبالتالي كان لازم حل. والحل ده كان عن طريق اننا نستحدث العاب جديده بارقام قياسيه جديده، او اننا نزود عقبات جديده في الالعاب القديمه ونحط لها ارقام قياسيه جديده برضو، او اننا نستخدم اجهزه لقياس الوقت اكثر دقه. يعني بدل ما تقيس بالثانيه مثلا، ده انت ممكن تقيس بالمايكرو ثانيه، وبالتالي هتزود الرينج اللي بيحصل فيه التنافس. بس الحلول دي كانت حلول خاصه باللجان الاولمبيه، لكن في طرف تاني في الازمه وهم الرياضيين نفسهم، اللي حلولهم دايما كانت بترمي شمال في الناحيه اللي فيها ممشطات، يعني فيه اللي كان بياخد مسكنات شديده زي المورفين وبالتالي بيقلل شعورهم بالالم مع زياده المجهود، وفي اللي كان بياخد استرويدز زي التستوستيرون عشان تزود من معدل بناء العضلات، وفي اللي كان بيلجا للادويه اللي بتزود من سرعه تخليق كرات الدم الحمراء، وده بيترجم لاداء افضل للعضله لان بيوصلها دم اكتر، اللي هو اكسجين اكتر ومعدل حرق اكتر. لكن في الغالب وفي النهايه اللاعب اللي بياخد منشطات بيتقفش، وفي النهايه بيتم تجريده من كل القابه، زي ما حصل مع لانس ارمسترونج اللي فاز بسباق الدراجات الهوائيه في فرنسا 7 مرات، وبعد كده اكتشفوا انه بياخد منشطات فتم ايقافه وسحب ارقامه الـ7. فكان لازم يكون فيه طريق تاني وبديل شرعي غير المنشطات يرفع من قدره المتنافسين ويخليهم يقدروا يكسروا الارقام القياسيه. لما العداء الكيني اليوت كابيتشوجي، اعظم عداء في التاريخ تقريبا، في 2018 قطع ال 42 كيلو بتوع الماراثون في زمن قدره 2:39، العالم كله قال كده خلاص اللعبه اتقفلت، وما عادش في حد هيقدر يجي يكسر الرقم بتاع اليود. الا ان اليود نفسه كان له راي تاني. اليود في 2019 وتحت رعايه نايكي وموسوعه جينيس للارقام القياسيه قطع ال 42 كيلو بتوع الماراثون في ساعة و59 دقيقة و40 ثانية، يعني قطع ال 42 كيلو في زمن اقل من الـ2. لك ان تتخيل مثلا ان متوسط سرعه اليوت في الماراثون ده كانت 21 كيلومتر في الساعه، يعني تقدر تقول ان ساعتين كاملين الراجل ده كان بيجري بنفس السرعه دي. وعشان تقدر تتخيل بشكل تقريبي مقدار تحمل الراجل ده، اظبط التريد ميل عندك على 20 كيلو في الساعه وشوف هتقدر تتحمل تجري كام ثانيه. طبعا اليوت دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه، بس العالم كله ما كانش مصدق ان الرقم ده اتحقق، لدرجه ان السباق نفسه اتسمى سب 2 اور ماراثون، لان محدش متوقع ان حد ينهي المسافه دي كلها في زمن قدره اقل من ساعتين. بس عشان الموضوع كان غريب كان لازم يدرس، لان فيما يبدو ان في حاجه غلط، والسر طبعا كان مع نايكي راعي السباق،
في الجزمة اللي اتفصلت مخصوص عشان إليود واللي سموها ألفا فلاي، واللي نعلها ما كانش يشبه أي نعل جزمة تانية موجود في السوق. نعل الألفا فلاي كان عبارة عن 3 طبقات من الكربون فايبر موجودين بين طبقتين من الفوم على الجودة. ولو شفت نعل أي جزمة تانية موجودة في السوق هتلاقي إنه عبارة عن فوم بس. ده غير إن سمك الفوم في الألفا فلاي تحت مشط الرجل كان سميك جدا بالمقارنة بباقي الأحذية اللي موجودة في السوق اللي بيكون فيها الفوم في المنطقة دي تحديدا رفيع، وبالتالي الحاجات دي مش محطوطة اعتباطا. معروف ان الكربون فايبر بيتميز بحاجتين وهي الصلابة الشديدة والوزن الخفيف جدا، عشان كده بيستخدموه في السيارات الحديثة عشان يخفف من وزنها ويقلل استهلاك الوقود وبيزود من سرعتها. نايكي حطت طبقات الكربون فايبر بين طبقتين الفوم عشان يبقى بمثابة العمود الفقري بتاع الجزمة، واللي كانت وظيفته ان يدعمها ويقلل من الحناء بتاعها، وبالتالي هيدعم الانكل بتاع الرجل لانه بيشتغل كرفعة بتقلل المشوار اللي بيعمله الانكل، وبالتالي بيقلل من زمن وطاقة ارتداده. والاهم من كده ان الكربون فايبر خفيف ومش هيزود من وزن الجزمة، وبالتالي مش هيبقى تقل وعبء اضافي على عضلات اللاعب، وده لوحده بيزود من كفاءة استهلاك الطاقة 1.5%. وعشان ما تكونش صلابة الكربون فايبر مرهقة رجل اللاعب، زوده من سمك الفوم في منطقة مشط الرجل، وبالتالي حلوا مشكلة الراحة. ده غير ان الفوم نفسه اللي حطوه كان مصنوع من مادة اسمها البولي امايد، والمادة دي بتقدر تحبس جزيئات الهواء جواها، وبالتالي وزن الجزمة بيكون خفيف حتى لو سمك البولي امايد كان كبير. عشان كده المادة دي تحديدا بيستخدموها في عزل الطيارات لان وزنها خفيف وبتعزل كويس، وبالتالي وزن الطيارة بيكون خفيف وبتقلل من استهلاك الوقود بتاعها. بس جزيئات الهواء المحبوسة دي ما كانتش وظيفتها انها تقلل من وزن الجزمة بس، دي كانت بتنضغط مع كل خطوة بيخطيها اللاعب، وبالتالي لما بترتد بترجع له جزء من الطاقة اللي بذلها. كل العوامل دي حسنت من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 4.5%، وهو ده اللي حصل وخلى إليود يكسر حاجز الساعتين. لكن أول ما اللجنة الأولمبية شمت خبر بموضوع الجزمة وقفت استخدامها في اولمبياد طوكيو بتاعت السنه دي، وقالت ان استخدامها هيكون نوع من انواع اللعب الغير نظيف، ورفضت الاعتراف بالرقم اللي حققه إليود. وعشان ما يبانش ان الموقف ده ضد جزمه نايكي تحديدا، حطت شروط للجزمه اللي ينفع تستخدم في الاولمبياد. اولا طبقات الكربون فايبر فيها ما تزيدش عن طبقه واحده، ثانيا سمك الفوم في الجزمه ما يزيدش عن 40 ملم، ثالثا لازم تكون الجزمه مطروحه في السوق قبل المنافسه باربع شهور على الاقل عشان تدي فرصه لكل اللاعبين ان هم يحصلوا عليها، وبالتالي تقدر تحقق شروط اللعب النظيف. نايك تسكت بقى؟ لا طبعا، شالت طبقتين من الكربون فايبر وعدلت شوية في الديزاين بتاع الجزمة ونزلتها تحت اسم جديد في السوق وهو فيبر فلاي، وبكده محدش يقدر ينخرب وراها، وهي دي نفس الجزمة اللي لبسها إليود ولعب بيها في اولمبياد طوكيو بتاع السنة دي، وجيس وات فاز برضه، لكنه للاسف قطع ال 42 كيلو بتوع الماراثون السنه دي في زمن قدره ساعتين و8 دقائق و38 ثانيه، يعني ما قدرش بعد سنه واحده بس بالفيبر فلاي يحقق نفس الرقم اللي حققه بالالفا فلاي، وبالتالي كان من الواضح ان الالفا فلاي اعلى في كفائتها بكتير من الفيبر فلاي. المهم ان نايكي استغلت الشهره الكبيره اللي حققتها الفا فلاي وعملت لها براءه اختراع وسجلتها، وعلى الرغم ان العالم كله اعتبر الجزمه دي نوع من المنشطات سموه المنشطات التكنولوجيه، الا ان نظرا للارباح الضخمه اللي حققتها نايكي وارتفاع الاسهم اللي حصل خلى شركات كتير جدا زي اديداس مثلا تعمل جزمه مماثله بابعاد مختلفه نسبيا وتطرحها في السوق. وان كنت مستغرب ان كل ده حصل بسبب تصميم مختلف لجزمه، فانا حابب اعرفك ان حتى الكلام ده ما كانش اول مره يحصل. نفس الكلام ده كان حصل في اولمبياد 2008. في اولمبياد 2008 لقوا ان في 23 رقم قياسي من ال 25 رقم المسجلين في السباحه تم تحطيمهم، وان 98% من السباحين اللي كسروا الارقام القياسيه دي واللي كان من ضمنهم السباح الشهير مايكل فيليبس كانوا لابسين نوع معين من البدل بيغطي الجسم كله من انتاج شركه سبيدو، وكان اسم البدله دي ال زد ار سبيدو ريسر. شركه سبيدو قبل الاولمبياد كانوا اعلنوا انهم انتجوا بدله سباحه من البوليوريثان معموله مخصوص عشان تقلل احتكاك جسم السباح مع الميه، وبالتالي تقلل مقاومه الميه للسباح فتزيد سرعته، وسبب في كده انها كانت بتحاكي في النسيج بتاعها للجلد بتاع سمك القرش. لو جيت وبصيت للميكروسكوب لجلد سمكه القرش هتلاقي ان هو عباره عن حراشيف مدببه اتجاهها دايما بيشير لديل السمكه، والحراشيف دي جواها انفاق بتسمح بانسياب الميه من عليها، وبالتالي بتقلل مقاومه الميه للسمكه وبتخلي القرش يعتلي عرش السباحين جوه الميه. جلد البدله كان معمول بالظبط بنفس الطريقه، ولك ان تتخيل مثلا قبل ما البدله دي تنزل وتطرح في الاسواق
تم اختباراتها في مختبرات ناسا لأبحاث الفضاء، ولقوا إنها بتقلل مقاومة المية بنسبة 24% أقل من أي بدلة تانية موجودة في السوق. الحراشيف دي كمان بتقدر تحبس جواها جزيئات من الهواء، وبالتالي بتقدر ترفع السباح فوق المية وتديله أفضلية. مدى نجاح البدلة دي خلى سباحين اليابان يعملوا مشكلة في الأولمبياد، لأنهم كانوا تحت رعاية براندات تانية غير سبيدو، وما كانش مسموح لهم يلبسوا البدلة دي وإلا كان هيتم مقاضاتهم. إلا إنه في النهاية الاتحاد الياباني للسباحة اتدخل وحل الأزمة دي وسمح لهم إنهم يلبسوا البدلة. لكن حتى بعد الأولمبيات وفي نفس السنة في دورة الألعاب الأوروبية للسباحات القصيرة اتكسر بنفس البدلة 17 رقم أولمبي، لدرجة إن كان في سباحين بيلبسوا بدلتين فوق بعض عشان يحبسوا كمية أكبر من الهواء تساعدهم على الطفو وتريحهم أثناء السباحة. بعدها وفي نفس السنة برضو في كأس العالم للسباحة السباح البرازيلي سيزار سييلو كسر بيها رقم قياسي ما عملوش مايكل فيليبس نفسه، لأنه كان لابس بدلة من أرينا اسمها أرينا إكس جلايد كانت مطورة بشكل طفيف عن بدلة سبيدو. كل الكلام ده خلى الاتحاد الدولي للسباحة يقول لا بقى، احنا كده بنظلم السباحين اللي عملوا الارقام القياسية دي قبل كده واللي ما كانش متاح ليهم يلبسوا بدلة سبيدو او ارينا. وفي 2009 منع استخدام البدلة دي واعتبرها نوع من انواع المنشطات التكنولوجية، لكنه قال ما فيش مشكلة لو النسيج ده اتعمل منه شورتات بس، انما بدلة كاملة ممنوع. النجاح الرهيب اللي حققته بدلة سبيدو وبدلة أرينا خلى شركات تانية تفكر بنفس الطريقة، زي التيشيرتات اللي اتسوقت على انها بتولد ايونات سالبة. شركة نيوزيلندية طرحت التيشيرتات دي في السوق وقالت يا جماعة التيشيرتات بتاعتنا بتولد ايونات سالبة، والايونات السالبة دي بتقلل من الاكتئاب وبتنشط الدورة الدموية وبتزود من قيض الكربوهيدرات والدهون، وبالتالي بتحسن من عملية انتاج الطاقة، وسموا التيشيرتات دي ايون اكس. إلا إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ما منعتهاش حتى الآن، قالوا يا جماعة مفيش دليل علمي واضح على صحة الكلام ده، وكل الأبحاث اللي اتعملت في الموضوع ده كلها أبحاث برسلم. ومش معنى إنك بتكون مبسوط في مكان مليان أيونات سالبة زي البحر والشلالات وبعد ما بيحصل برق إن الأيونات السالبة هي السبب في حالة السعادة دي، وبالتالي ما منعتهاش. لكن الأكيد في الموضوع إن حتى لو كنا قربنا أو وصلنا لقمة أداء الجنس البشري، فطمعنا الدائم في التميز وفي تكسير الأرقام القياسية في ظل تطور التكنولوجيا هيخلينا دايما على الطريقة الميكافيلية نلاقي دايما حيل نقدر نوصل بيها لهدفنا. بس ساعتها بقى هل هتبقى شايف ان معانا حق في استخدام التكنولوجيا دي مادام بقت متاحة للجميع، ولا هتبقى شايف ان الافضل الاعتماد على المجهود البشري فقط حتى لو كانت الفروق ما بيننا بالنانو ثانية؟ ده اللي هعرفه منك في الكومنتات، لكن طبعا بعد ما تكون شيرت الحلقة، اشتركت في القناة، فعلت اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل. سلام.